تلقب هذه الدولة بأرض الأديان. مساكم الله بالخير جميعا. حلقتنا اليوم بإذن الله راح يكون فيها أسئلة عن ألقاب الدول، ولازم نعرف كل لقب حق أي دولة. لنكثر بالكلام، خلونا نروح ونبتدي حلقة اليوم. خلينا نشوف شنو السؤال الأول. السؤال الأول، تلقب هذه الدولة بأرض الأديان، هل هي لبنان أو سوريا أو فلسطين أو الأردن؟ والله هذا السؤال الأول كذي، أرض الأديان، أرض الأديان يعني ممكن أن يكون فيها أديان كثيرة. لبنان فيها مجموعة أديان، فلسطين، سوريا، الأردن، لا أنا أتوقع بين لبنان وفلسطين، بس الأقرب فلسطين، أنا راح أثبت على فلسطين، لأن على ما أعتقد أرض الأديان هي فلسطين. يا رب صح. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. مع السؤال الثاني، خلينا نشوف شنو هو السؤال الثاني. تلقب هذه الدولة ببلاد الرافدين، لا وايد سهل، وايد وايد سهل السؤال، يعني أتوقع الأغلب المفروض أنه يجاوبه. هل هي مصر أو اليمن أو عمان أو العراق؟ أنا أشوف أن السؤال جدا سهل ومعروفة إجابته، يعني أتوقع أنا ما أخذت حتى 5 ثواني على ما عرفت الإجابة. الإجابة الصحيحة هي أكيد 100% العراق، لا حد يقول لي شيء ثاني، مستحيل أي واحد ثاني. طيب أمك ديالة رائعة وجميلة، ألف ليلة وليلة حب وغرام، هي حلوة هي شنها مزهرية، أصلها عربية دار السلام، كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق. ومع السؤال اللي بعده خلينا نشوف شنو هو السؤال الثالث. تلقب هذه الدولة بأرض الكنانة، هل هي اليمن أو مصر أو السعودية أو تونس؟ دقيقة، أرض الكنانة أبداً مو السعودية ولا تونس، هذا 100% لا السعودية ولا تونس. اليمن ولا مصر؟ شنو ألقاب اليمن؟ اليمن السعيد. دقيقة، لا 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 صح، أحد الشعراء قال أرض الكنانة عن مصر، 100% مصر، 100 صح 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 100% صح، قالها عنها واحد من الشعراء أرض الكنانة. ما شربتش من نيلها، جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشعرها وتشكيلها، ما مشيتش بضواحيها طيب ما كبرتش فيها، ولا لك صورة عرفنا كانت عشقت بمواليل. ومع السؤال اللي بعده السؤال الرابع. تلقب هذه الدولة ببلاد الحرمين، يا جماعة هذا السؤال تكفون، هذا السؤال هل هو الكويت أو المغرب أو ليبيا أو السعودية؟ يعني بلاد الحرمين، أنا ما توقعت إنه راح يجيبون سؤال بالسهولة هذه. بلاد الحرمين معروف عند الكل، أتوقع كل مسلم لازم يكون عارف بلاد الحرمين هي لقب السعودية، ما عندي ذرة شك، ذرة واحدة من الشك ما عندي. هذه النقطة خلاص أنا حاطها بجيبي قبل لا يخلص الوقت 100%. ويا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطالي، يا السعودي نحيي روحك الحية، يا السعودي نحيي روحك الحية، مشهد إنك أصيل وطيب الفالي. ومع السؤال اللي بعده خلينا نشوف شنو السؤال. السؤال الخامس. تلقب هذه الدولة بمهد الحضارات، هل هي سوريا ولا العراق ولا البحرين أو السودان؟ والله السؤال فيه صعوبة ما توقعت. مهد الحضارات يعني دولة لازم يكون فيها مجموعة حضارات، العراق فيه مجموعة حضارات،
البابلية، الآشورية وغيرها. سوريا أيضا فيها مجموعة حضارات، أتوقع بين سوريا والعراق، العراق أتوقع العراق، لأن في حضارات كثيرة، فممكن هو مهد الحضارات. يا رب صح. وليس العذر بالمجد، المجد دراجه من عنا، سوريا أبا عن جد العز باسمه بيتكنا، نحن الشعب الما بينضام، نحن أولادك سوريا، الفرح بيلبق لك يا شام، على الضحك يعلي. ومع آخر سؤال، خلينا نشوف شنو السؤال. السؤال السادس، تلقب هذه الدولة ببلد المليون شهيد، هل هي لبنان أو الجزائر أو الأردن أو عمان؟ بلد المليون شهيد بكل صراحة يعني سؤال جدا سهل بالنسبة لي، يعني لحد الحين ما واجهت وايد صعوبات بالأسئلة. بلد المليون شهيد، ما هي لبنان، ما هي الأردن، ما هي عمان، طبعا الجزائر. حسب اللي سمعته أن لقبهم هو حاليا بلد المليون ونص شهيد، مو بس بلد المليون شهيد. ما ادري اذا هالمعلومه صح او غلط، بس خلينا نشوف صح اجابتي ولا لا. طبعا سير بلادنا واحنا يا ولادها، على كلمه واحده في براشيرك خضرا وحمرا، هلال ونجمه عليا في السماء في براشيرك.